أنا أؤمن إيمان تام بأنه لا يوجد شيء أقوى من الكلمة. طيب خلونا نروح في رحلة أحاول فيها أني أقنعكم. أولا، يقول الرب عز وجل في محكم التنزيل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دلالة بأن الكلمة قوية وأن كل شيء مسجل. فانتبه يا ابن آدم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله فما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيهوي بها 70 خريفا في النار. دلالة على قوة الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتقول العرب، وكان سابقا عند العرب أفصح ما يقال الشعر، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن منه: ولا توجد كلمة أعظم من القرآن وما أنزل في هذا القرآن. فلما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا: والله ما هذا بقول شاعر، يعني الكلام هذا قوي، الكلام هذا مؤثر. ولما أتى رجلان من المشرق وتكلم وأعجب الناس حديثهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. إذن الكلمة قوة ولها تأثير، لذلك يدخل الإنسان الجنة بكلمة، ويدخل النار إذا كفر بهذه الكلمة. ولو نظرنا إلى أقوى سلاح يمتلك اليوم العالم، هي كما يقال القوة الناعمة، الإعلام وتوجيه الإعلام. وكيف نستطيع أن نوجه الإعلام بدون الكلمة؟ إما مكتوبة على ورق أو مسموعة. صحيح أن الصورة الآن أصبحت منافسة لقوة الكلمة. وقبل أن تصنع الكلمة الأمم والدول، تصنع الأفراد هذه الكلمة. وتذكر قصة للإمام الطبري، يقول أنه مر عليه شيخه وراء خطه فقال: ما أجمل خطك، كخط العلماء. يقول: أثرت هذه الكلمة في نفسي بدرجة كبيرة حتى أصبحت على ما أنا عليه. والعرب سابقا كانوا يقولون على الكلام الجميل: السحر الحلال، وعز الله ما كذبوا. أختم بقول الشاعر: إن الكلام من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. في أمان الله.